الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما إجابة على سؤال: من يتحمل الضريبة على سلعة ما؟ على السلعة بشكل عام. هذا طبعا السؤال مرتبط بمرونات الطلب السعرية ومرونات العرض السعرية وهكذا، وإن شاء الله من خلال المثال التفصيلي الذي سأقدمه ستكون إجابة واضحة، وعلى بركة الله نبدأ. الآن تفرض الحكومات في كل دول العالم شكل من أشكال الضرائب، الضرائب تاكسز على السلع التي تباع في السوق المحلية، مثل ضريبة المبيعات سيلز تاكس، أو ضريبة الاستهلاك كونسومشن تاكس، أو ضريبة القيمة المضافة مسمها فاليو آدد تاكس، أو الضريبة الانتقائية إكسايز تاكس. طبعا عندما ذكرت هنا تباع في السوق المحلية، المقصود الآن أن نحصر حديثنا بالسوق المحلي حيث الكميات المطلوبة والمعروضة والطلب والعرض على سلع ما. الأشياء التي نصدرها الآن على ممكن أن تفرض عليها ضريبة من قبل الحكومة، وكذلك الحكومة حكومة الدولة المستوردة، والسلع المستوردة تباع في السوق المحلية. فإذا يعني نحصر حديثنا الآن بما يباع ويشترى داخل السوق المحلية. تؤدي الضريبة الجديدة في جميع الأحوال، أي ضريبة جديدة في جميع الأحوال تؤدي إلى تغير توازنات الطلب والعرض على نحو يختلف من سلعة إلى أخرى. الآن السؤال المهم في هذا السياق: من يتحمل عبء الضريبة؟ tax burden، من الذي يتحمل عبء الضريبة عندما تفرض حكومة أو أي سلطة يعني بيدها سلطة أو يعني هيئة أو وزارة أو مؤسسة بيدها سلطة فرض الضريبة، عندما تفرض الضريبة على السلعة على البيع والشراء أو ما يشبه ذلك، من يتحمل الضريبة؟ أهو المشتري أم البائع؟ وربما اثنين معا، من يتحمل أكثر من الثاني وهكذا. تكمن الإجابة على السؤال في ماهية السلعة تحت الدراسة، طبعا هنا وفي مدى استجابة الطلب والعرض للتغير في سعر السلعة والوضع النهائي للكميات والأسعار التوازنية. إذا الإجابة تكمن في ماهية السلعة تحت الدراسة وفي مدى استجابة الطلب والعرض للتغير في سعر السلعة والوضع النهائي للكميات والأسعار التوازنية. نكمل الآن، نعطي مثال بسيط لنفترض الحال الآتي عن سلعة التفاح. من الآن الكميات المطلوبة والمعروضة من التفاح على المحور الأفقي، أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور العمودي. هذا الآن عندي منحنى الطلب دي، يخبر له بالحرف دي فور ديماند، ونقطة التقاطع هون مهم جدا حتى نعرفها، وإن كانت يعني نظريا لكن يجب أن نعرفها، فافترضناها بأنها تمثل كمية بالسعر 10، السعر 10. هذا الآن منحنى العرض سبلاي، ونقطة التقاطع هنا مع المحور العمودي نفترض بأنها مقابل السعر 2. الآن التقاء منحنى الطلب مع منحنى العرض عند هذه النقطة هنا، هذه النقطة يعني تمخض عنها الزوج المرتب الكمية التوازنية والسعر التوازني. فالكمية التوازنية تساوي 80 وحدة كيلوغرام أو صندوق أو حبة تفاح بصرف النظر، يعني المهم أنه 80 وحدة من هذه السلعة تفاح مقابل سعر 4، هذا السعر التوازني. أي الآن يعني عندي إذا بتلاحظوا أنه نقطة التقاطع هنا، فهذا يعني قيمة المبيعات عند نقطة التوازن الأولى، هذه نقطة التوازن الأولى كانت 80 وحدة ضرب 4 مقابل كل وحدة تساوي 320، اللي هي قيمة المبيعات 80 في 4 320. نكمل الآن. طبعا هنا يعني حبيت أني أكد على قيمة المبيعات بهذا اللون هنا الأخضر الفاتح حتى بين لي أنه يعني 80 في 4 هي المنطقة المضللة بالأخضر الفاتح. الآن لنفترض بأن الحكومة فرضت ضريبة مقدارها 3، طبعا 3 دنانير، 3 قروش، 3 فلوس، بصرف النظر الآن عن يعني وحدات القياس. المهم أنه لنفترض بأن الحكومة فرضت ضريبة مقدارها 3 على كل كيلوغرام من التفاح، ربما 3 قروش أو 3 دنانير. معنى هذا الحكي بأنه وحدات القياس هنا يجب أن تكون متشابهة بالدنانير أو بالقروش أو بالدراهم وما شابه. فلنفترض بأن الحكومة فرضت ضريبة مقدارها 3 على كل كيلوغرام من التفاح، هنا وحدات القياس
80، فإذا هو 80 كيلوغرام. ما الذي سيحدث الآن؟ سينتقل، ستحدث إزاحة تامة في منحنى العرض من هذا الموقع إلى هذا الموقع بعد الضريبة. S يعني هون supply، فكلمة ضريبة هون إنه بعد فرض الضرائب. الآن هنا نقطة التقاطع الجديد هذه بتقول لي إنه الكمية مثلا خفضت من 80 إلى 60، لكن السعر ارتفع إلى 6. لاحظوا لي السعر الأول كان 4 التوازني، بعد فرض الضريبة ارتفع إلى 6، لم يرتفع إلى 7. هاي ملاحظة مهم جدا أحبتي، وهنا سأجيب عليها، لأنه لاحظ بداية بأن السعر لم يرتفع إلى 4، السعر الأولي هذا زائد 3 اللي هو مقدار الضريبة يساوي 7، بل ارتفع إلى 6، لأن كل من المنتج والمستهلك تحمل جزءا من الضريبة. كيف الآن؟ نحلل الوضع كما يأتي. يدفع المستهلك السعر الجديد، يعني الآن المستهلك سيدفع 6، لكن المنتج لا يحصل إلا على السعر المقابل لتقاطع الكمية. هذا الآن مقابل الكمية 60، المنتج كان على استعداد أن يبيعها عند هاي السعر الآن. هنا أرجو الملاحظة يعني، لكن المنتج لا يحصل إلا على السعر المقابل لتقاطع خط الكمية الجديد، هذا خط الكمية الجديد المتقطع مقابل 60، وهو 3. لاحظوا لي هون، هاي الآن لنفترض أنه هون التقاطع كان، وهاي إيش السعر 3. بمعنى آخر الآن، أنه عندما كان التوازن الأولي 80 مقابل 4 لم يكن هناك ضرائب. الآن الحكومة فرضت ضريبة مقدارها 3 وحدات نقود أو شو ما كان، دراهم، قروش، دولارات، دنانير على كل كيلوغرام من التفاح. فانتقل منحنى العرض من هذا الموقع إلى هذا الموقع. نقطة التقاطع الجديدة حدثت أنها كانت مقابل 60 الكمية والسعر 6. هنا هذا 6 سيدفع المستهلك، لكن المنتج أو البائع لن يحصل إلا على هذا السعر اللي هو 3 عند تقاطع المنحنى هذا الخط المتقطع مع المنحنى القديم. لماذا؟ لأن الآن قيمة المبيعات عند نقطة التوازن الثاني اللي هي 60 تساوي 60 ضرب 6، 60 ضرب 6 هاي المبيعات قيمتها تساوي 360، أكثر من أول 320، موزعة بين الحكومة والمنتج مناصفة. يحصل المنتج على 180، لأنه هاي الآن ضروري جدا الانتباه إلى أحبتي، أن قيمة الضريبة 3 من هنا إلى هنا، يعني هاي الآن الفاصل بين السعر الذي يتلقاه المنتج والسعر الذي يدفع المستهلك، الفرق بيناتهم 3 هي هاي ما تسمى الآن بإسفين الضريبة. إذن لو ضربنا 3 الفرق ب60، 180 مثلا إذا كانت وحدات القياس بقياس السعر بالدنانير أو الدراهم مثلا، ف60 في 3 تذهب إلى الحكومة، و60 إلى 3 الفرق يذهب إلى المنتج. هذا الآن مهم جدا نلاحظه أحبتي، نلاحظ أن المستهلك قد تحمل 2 من الضريبة. يعني إذا الحكومة فرضت 3 هنا الضريبة 3، ف2 من 3 تحملها المستهلك، و1 تحمله المنتج، لأنه من 4 إلى 3، في حين الآن انتقل السعر الذي يدفعه المستهلك من 4 إلى 6، أما السعر الذي تلقاه المنتج أو البائع من 4 انخفض إلى 3، وبالتالي تحمل المنتج دينار أو دولار أو درهم، في حين أن المستهلك تحمل دينارين من هذه الضريبة. نكمل الآن ونربط هذا الكلام كلياته مع أشكال المرونة. يتعلق بالضريبة على سلعة ما مع شكل مرونة الطلب السعري للسلعة ذاتها، وهذه الأشكال هي أشكال مرونات، هنا أشكال مرونات الطلب السعري. هذه الأشكال هنا عندي على المحور الأفق الكمية، وهنا السعر، كمية طبعا مطلوبة والسعر. إذا كان الآن منحنى الطلب يصنع زاوية قائمة مع الأفق، لاحظوا لي هذا الديمان كيرف، معنى أنه هذا الشكل يسمى عديم المرونة. الطلب هنا عديم المرونة، لا تختلف الكمية المطلوبة مهما زال السعر أو انخفض، تبقى الكمية المطلوبة كما هي. أما الآن الشكل الثاني هذا، لاحظوا لي صار في انحناء إلى شوية إلى اليمين، يعني فهون الديمان هذا غير مرن نسبيا، هذه الحالة عديم المرونة، هنا الطلب عديم المرونة، هنا الطلب غير مرن نسبيا، هنا الآن الطلب نسميه إحنا أحاد المرونة،
بمعنى آخر بأنه يصنع زاوية مقدارها 45 درجة تقريبا مع الأفق أو مع العمود. هذا أحاد المرونة. هنا الآن هذا الشكل الرابع نسميه إحنا مرن نسبيا، وآخر شكل من أشكال المرونة اللي نسميه إحنا بكون شكله هكذا تام المرونة. ففي عندي هنا ستة أشكال من المرونة. عديم المرونة إذا كان منحنى الطلب يصنع عمودا مع الأفق، هنا انحناء إلى اليمين غير مرن نسبيا، انحناء أكثر ويصنع زاوية مقدارها تقريبا 45 درجة نسميه أحاد المرونة، وسنأتي على بعض الأمثلة إن شاء الله في مقاطع لاحقة. وهنا زاد الانحناء واتجه نحو الأفق مرن نسبيا، وإذا كان أفق 100% بكون تام المرونة. الآن سأربط كل هذه الأشكال، اللهم صل على سيدنا محمد، بالآن من يتحمل عبء الضريبة عندما تفرض ضريبة على السلعة. نكمل. يمكننا ربط عبء الضريبة بمرونة الطلب والعرض، فكلما انخفضت مرونة الطلب السعري price elasticity demand زادت مقدرة المنتج على إزاحة عبء الضريبة على كاهل المشتري. كلما انخفضت مرونة، لاحظوا لي هنا، كلما انخفضت مرونة الطلب السعري اللي هي price elasticity demand زادت مقدرة المنتج على إزاحة عبء الضريبة على كاهل المشتري. والعكس صحيح، كلما ارتفعت مرونة الطلب السعرية انخفضت قدرة المنتج على إزاحة عبء الضريبة على كاهل المشتري، كما في الأمثلة البيانية الآتية. الآن بكل سهولة، الآن عندي على المحور الأفقي كمية، كميات مطلوبة ومعروضة، وهنا سعر الكميات المطلوبة والمعروضة، وهي أول حالة بكون عندي منحنى الطلب عمودي 100%، أي أنه غير مرن عديم المرونة بالمرة. لنفترض الآن بأن منحنى العرض كان هنا وقامت الحكومة بفرض ضريبة ما أدى إلى إزاحة تامة في منحنى العرض إلى الموقع الجديد. هذا الآن العرض بعد الضريبة. لاحظوا لي من يتحمل عبء الضريبة كلها هنا في هذه الحالة، يتحمل المشتري كامل عبء الضريبة. الحالة الثانية عندي هنا كميات مطلوبة معروضة، وهنا أسعار كميات مطلوبة معروضة، لكن الانحناء إلى اليمين في منحنى الطلب هذا الدي، وهنا الآن السبلاي قبل الضريبة أو منحنى العرض قبل الضريبة، والآن بعد الضريبة. لاحظوا لي هنا يتحمل المشتري معظم عبء الضريبة والبائع يتحمل جزء بسيط منها. الحالة الثالثة عندما يكون أحادي المرونة، وأنا الآن لاحظوا لي الديماند كيرف صنع تقريبا زاوية قائمة، عفوا زاوية مقدارها 45 درجة إما مع الأفق أو مع العمود، فبالتالي هنا هذا الموقع منحنى العرض الأول بعد الضريبة الآن أصبح هنا. هذا الآن هذا الحالة يتحمل المشتري والبائع عبء الضريبة تقريبا مناصفة، بيعتمد يعني على فعلا موقع منحنى الطلب والعرض وهكذا. هنا الآن الحالة الخامسة قبل الأخيرة، بيكون منحنى الطلب قد انزاح يعني مال أكثر، أي أصبح قريب من الأفق، هنا بعيد جدا عن الأفق، هنا اقترب شيئا بسيطا، هنا اقترب شيئا ما، هنا يقترب شيء كثير. فالديماند كيرف هنا هذا السبلاي قبل الضريبة، هنا السبلاي بعد الضريبة، وبالتالي هنا يتحمل البائع معظم عبء الضريبة معظمه. أما في حالة أن منحنى الطلب كان أفقي 100% فهنا يعني عبء الضريبة يقع بكامله على، طبعا هنا السبلاي كيرف في الحالة قبل الضريبة هنا بعد الضريبة، هنا يتحمل البائع كامل عبء الضريبة كامل. هذه الأشكال الستة مهم جدا أحبة الطلبة والمتابعين حتى تعرفوا الإجابة على سؤال من يتحمل الضريبة على سعة في حالة أنه فرضت الحكومة إجابة عدم الضريبة عليها بإذن الله. وإن شاء الله أكون قد انتهيت، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.